السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين شيواتكم العربي. غنوجد مع بعضياتنا اليوم حرشة بحال اللي كتباع في المحلات، ولكن هذه راه كيف كتعرفوا موجودة في البيت، وغادي نوجدوها في البيت، يعني راه غتكون أحسن بكثير من الحرشة الزنقة. فلهذه الوصفة غادي نحتاجو 500 غرام ديال السميدة رقيقة، مع قلت 500 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه والبغرير، غادي وشويه باش غادي نقرصوا. غادي نحتاجوا كاس مخلط زبده وزيت، كاس العنبه، معلقه كبيره ديال العسل، كيس ديال خميره الحلوى 7 غرام، شويه ديال الملحه، 4 المعالق حليب غبره، وجوج معالق كبار ديال الفورص، و 200 مليلتر ديال الماء بارد. فإلا ما عندناش نيدو وما بغيناش نديرو نيدو، ففي هذه الحاله غادي نعوضوا الماء ب 200 مليلتر ديال الحليب السائل. فالحليب تيعطي واحد المذاق وكيعطيها حتى هي واحد الهشاشه مقارنه مع الزبده اللي مخلطه مع الزيت. العسل كنعرفوا انه كيعطينا داك اللون الزويون اللي كنبغيو، واللي استانستوا معايا فيه في جميع انواع المعجنات والفطائر ديالي كندير العسل. فالطريقه سهله، غادي ناخد هاد السميده ديالنا وغادي نضيف ليها هاد الكاس مخلط ما بين زبده وزيت، وغادي نرملهم مزيان او نبسبسو هاد السميده مع هاد الزبده والزيت، كتبسهاكم مزيان، يعني نحسو بها تلبسات لينا بالحبوب ديال السميده. دابا غادي نضيف الملحه، نضيف هذاك الحليب غبره، كيف قلت لي ما عندوش، فممكن يدير يعوض الماء 200 مليلتر ماء ب 200 مليلتر ديال الحليب السائل. فنضيف جوج معالق كبار ديال الدقيق، وغادي نضيف هذاك الكيس ديال خميره الحلوى، وغادي نضيف معلقه ديال العسل، صافي. وغادي نبدا نخلط دابا بالماء، وكنعرفوا الطريقه ديال تخلط الحرشه، انا ما تندلكوهاش، وكنخلطوها غير باطراف الاصابع. صافي بحال هكا تلبس لينا، وغادي نخليها ترتاح حتى تشرب لينا هاد 200 مليلتر ديال الماء، وغادي ندوزو باش نقادوها في المقله. هو غير المقله اللي غنطيبو فيها، حنا ما غاديش نسخنوها، راه ديجا درت معكم واحد الحرشه في المقله ماشي سخونه، المقله كتكون بارده. غادي نقادو فيها الحرشه ديالنا وغادي نردوها طيب. شوفوا اخت المقله ديالنا دهنتها بشويه زويته، نتوما ما دهنوهاش، انا لان مازال جديده، ويلا غنطيب المره الاولى، فانا اضطريت اني ندهنها بالزيت. نتوما المقله ديالكم الا كطيب يعني ديجا خدامين بها، فغادي ترشوا غير السميده. فغادي ناخذ الحرشه ديالنا، ها انتم كيف كتشوفوا كانت قاصحه، وغادي نبدا نرش، وانا كنقاد ليها في الجناب ونرش السميده من الفوق باش ما تلصقش ليا. غادي نقرصها عاد غادي نقاد ليها الجناب،
عطيني واحد معلقه التمر بحال هكا، نبقاو انا كنقاد ليها في الجناب. وانا كنقرص هاد العمليه غير باش تجينا مقاده، وكيف كيقولوا اخواتنا الشماليات معوطه من الجناب. تحيه كبيره لكل الصديقات ديالي اللي في شمال المغرب، ومنهم الاخت حنان ام صهيب اللي توحشناها بزاف صراحه، غبرت علينا. نتمنى تسمع هاد الرساله ليها، كنقولها فين غبرتي ولعل المانع خير. صافي غادي نقادها كما كيف شفتوها هي تقادات، وغادي نديرها دابا فوق البوطه. قلت لكم المقله راه ما سخنتهاش من قبل العافيه، المره الاولى تكون شويه يعني شويه مجهده ياك، ولكن مني كتبدا يدخلها الطياب كننقص البوطه ونخليها طيب ليا على خاطر خاطر. هانتو بحال هكا، نبقى معاها حتى تقعد. الا كانت السميده زوينه فراها ما تتمحناش. صافي دابا غادي نديرها فوق البوطه. كي شفتوا انا ما درتش هذيك الكميه كامله، خليت منها شويه. علاش؟ غير باش ما تجينيش غليظه، حاجتي فيها تكون شويه رقيقه. فانا غادي نطيب، غادي نديرها الطيب ومن بعد عاد نكمل هاد الحريشه الصغيره. كتشوفوا درت الحرشه ديالي فوق البوطه، ومره مره كنبقى ندورها. هانتو واخا المقله جديده فهي ما تتلصقش، هاد المقيلات زوينين. وما اللي كنطيب فيها المسمن ديك الكبيره، دابا خديت الصغيره ديالها فكنبقى ندور فيها حتى تحمر ليا من الجناب. ومن بعد غادي ناخذ واحد الصينيه، ولا الى عندنا شي دوك بحال الدور ديال لي مول ولا شي حاجه نحطو عليها ونقلب. انا هذه صغيره فغناخذ واحد الدور ديال المول، وغادي تشوفوا قدامكم انا غادي نديرها قدامكم هذه العمليه. فغير نتسنى عليها شويه تحمر وغادي نقلبها دابا، ولكن غادي نرش شويه ديال السميده. علاش؟ غير باش البلاصه اللي قلبتها فيها ما غاديش تلصق فيها، او لا يعني دغيا تنزل. انا غادي ندير غير هادي. صافي كنهزها بحال هكا وكنقلبها. كنقلبها على هذا الشكل. صافي غادي نرجع المقله ديالي لبلاصتها، وغادي نعاود نقلب فيها الحريشه ديالنا فهمتوا بكل سهوله. صافي غادي نخليها تبقى تكمل لي الطياب من الجناب وطيب الجهه الاخرى، وغادي نقدموها. نتوما كتشوفوا طريقتها سهله، لكن هاد الحرشه تجي هشيشه بزاف، رطبه بزاف وبنينه مع هذاك الحليب المجفف يعني نيدو. كيف قلت اللي ما عندوش نيدو فممكن يعوض الماء ب 200 مليلتر ديال الحليب السائل. غادي نخليها تبقى طيب، وانا مره مره ندورها باش طيب لي من الجناب كاملين، وغادي نتلاقاو باش ننزلوها مع بعضياتنا. هذه هي الحريشه ديالنا من بعد ما طابت. شوفي كتجي كلها محمره بحال ديال المحلات يعني بحال المحلبات. فكنقدموها مع جبن اولا مع العسل، ولا باش ما بغينا نقدموها نقدموها. هي كتجي رطبه بزاف وفتيه. غادي نقطعوها مع بعضياتنا باش تشوفوها كتجي رطبه وكتجي رقيقه يعني نتوما، و
كيف بغيتوها فرق. على فكره تفكرت واحد الحاجه هو انني ملي بغيت نديرها في المقله فانا ثقبتها من الوسط باش ما تنفخش لينا في الطياب. كتشوفوا جات رقيقه مقرمشه رطبه ومقرمشه في نفس الوقت. انتو الحرشه ديالنا رائعه بزاف وهانتو رقيقه وما مدقصه ما والو، يعني بحال اللي كنشريو من المحلات تماما. عاد المحلات راه ما تيديروش هاد المكونات كامله اللي كنديرو حنايا في البيت. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والى عجبتكم اكيد ما تنساونيش من لايك الفيديو واشتركوا بقناتي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي، وبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب، هكا غادي تعاونوني باش الوصفه يشوفها اكبر عدد من المتتبعين. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.